السلام عليكم البنات الغزالات الفنات المنورات، هاد القراءة لكم الحنطيات والمتزوجات المطلقات والعازبات والأرامل. إن شاء الله هاد القراءة غادي تكون لكم، خاصة لكم ومفصلة، وإن شاء الله تلقوا فيها إجابة على أسئلتكم، وإن شاء الله تكون إيجابية. فغادي نشوفوا الفال ديالكم أشنو غيقولكم. هذا الفال ديال المرأة أو البنت الحنطية، إن شاء الله خير. قلبك تخمامك باش يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. قلبك على الحاجة الثقيلة، تفكيرك في الناس اللي مسببين لك مشاكل واللي كيحسدوك واللي العين ديالهم عليك، ويأتيك الله بطريق طويلة أو سفر. إذن المرأة أو البنت الحنطية، عندك ورقة قريبا غادي تجيك شي رسالة أو ورقة أو خبر، غادي تزهري عليه، غادي تفرحي، غادي يعجبك هذا الخبر أو هاد الورقة. غادي تجيك عن طريق مصلحة حكومية. لما كنقول مصلحة حكومية أو طبلة المخزن، فهي إدارة، ممكن بريد، ممكن بنك، ممكن أي إدارة. فأنت غادي توصلي بواحد الورقة، ولا غادي يجيك إشعار من إدارة، وهذا الإشعار زوين، يعني خبر غيكون فيه مزيان، تكوني محظوظة بهاد الورقة هذه اللي غادي توصل لك. بيت الفراش ديالك عندك فيه ضراب القلم وانت طايحة في حجره. لما كنقول بيت الفراش، يسولوني البنات بزاف على بيت الفراش، فبيت الفراش هي البيت الزوجية أو الحالة العاطفية ديال المرأة أو ديال البنت. فهاد السيدة الحنطية أو البنت الحنطية هي طيحة في حجر ضراب القلم، يعني ممكن هاد الشخص هذا كيبغيها أو يكون الحبيب ديالها أو الزوج ديالها، وممكن يكون شخص كتمشي كيساعدها إذا كانت عندها طاقة سلبية، أنه كيمشي كيساعدها باش تحيد هاد الطاقة السلبية. المرأة الحنطية كتفكر، الأغلبية فيكم كيفكروا في الإنجاب، كنشوف هنا الإنجاب، أو كيفكروا في حاجة جديدة أو مشروع جديد، أو المهم كيفكروا في شي حاجة جديدة، سواء الإنجاب كيف يشوفوا في الإنجاب، واللي هي كتفكر واش غادي يكون عندها انجاب او لا، او لا لا يعني حمل، عفوا، فغادي يكون عندها حمل، واللي طبعا حاملة فقريبا عندها الولادة، واللي كتفكر انها باغا تبدا حاجة جديدة. يعني كل وحدة شنو هو الحاجة اللي هي كتفكر فيها جديدة، باغية دير حاجة جديدة، فعندها تسهيلات في هذه الحاجة الجديدة اللي غادي ديرها. عندها الحظ في العتبة، العتبة عندها محظوظة، يعني العتبة ديالك مزيانة، داخل لها أرزاق، فيها حركة، فيها نشاط. المهم الدار اللي انت فيها كلها مزيانة منورة بحالك. شنو عندك آخر؟ هذا اللي الاشياء المهمه في هاد القراءه الاولى. باين عندك حاجه مزيانه عن طريق اداره، ورقه او خبر او اشعار غادي يجيك عن طريق مصلحه حكوميه، فغادي يكون فيها حظ وغادي تعجبك.
طيحة في حجر ضرب القلم في بيت الفراش ديالك، وعندك العتبة مزيانة زاهرة، عندك فرحة في العتبة، يعني العتبة ديالك زاهرة. هذه كانت القراءة الأولى، وغادي نشوف لك القراءة الثانية. قلبك تخمام كي آتيك الله، قلبك تخمام كي آتيك الله، قلبك تخمام كي آتيك الله. قلبك على شباب صغير، يعني انت الأغلبية فيكم كيفكروا في الحمل أو في شخص غائب، يعني التفكير ديالكم كله أو خايفين، اللي هي باغا إنجاب، باغية حمل، خايفة أن ما يكونش عندها حمل، فهي قلقة وكتفكر في هذا الشيء هذا. او الناس اللي كيفكروا في حد غايب عليهم مدة طويلة، خايفين عليه، مقلقين عليه. تفكيرك في قلب الرجل الابيض، يعني لما نقول قلب الرجل الابيض فكيخص بالحب، بالمحبة. فتفكيرك في هذا الرجل الابيض محبة. يأتيك الله بمرأة بيضاء، يعني غادي تشوفي هاد المرأة، ممكن تجي زيارة عندك سيدة بيضاء، أو غادي تدخل عندك للدار هاد المرأة بيضاء، أو غادي تلتقي مع مرأة بيضاء، غادي يكون عندك معها حوار. كاين فيكم البنات اللي عندهم طاقة سلبية، سلبية، لأن في الأول بنتي في حجر ضرب القلم، وضرب القلم كيشوف الطاقة السلبية، فممكن عندك ناس اللي كيسحروك، وعندك قوية الأغلبية فيكم عندكم سحر، يعني قوي. كتشوفي الفرحة والفرحة ما كتكملش، يعني حتى كتوصل عندك الرزقة، والبنات اللي هما عازبات حتى كيهضروا معاك الناس وكيرسيو معاك، ومن بعد كتفشل، كيفشل الزواج. بالنسبة للنساء اللي هما مزوجات، فعندكم دايرين لكم سحر، اللي عندها الزوج أسمر، اللي عندها الزوج اسمر او الحبيب اسمر، فدايرين لكم ناس سحر تفريق، بحال اللي يفرقوا بيناتكم، هذاك السحر يفرق بيناتكم، اللي عندها الحبيب او الزوج اسمر. اللي كيسولوا على الرجوع، المطلقات اللي كيسولوا على الرجوع، فهنا ما كاينش رجوع حاليا، ما كاينش رجوع. عندكم شخص في الدار مريض، مريض مرض ماشي عضوي. هاد الشخص هذا عالجوه، ديروا له رقية. عندكم اخ او ابن، المهم شخص حنطي مازال شاب، هذا ما متجاوزش سن 30، فهاد الشخص عندكم مريض، ديروا له رقية، مريض بزاف عندكم هذا الشخص في العتبة. غادي تزهروا على هاد الورقة اللي قلت لكم غادي توصل لكم، هذيك الورقة من بعد غادي تفرحوا عليها، ولما تاخذوا هذيك الورقة راه مهمة بالنسبة لكم، فديروا صدقة، تصدقوا. هنا كيبان بأن خصكم تعطيوا صدقة. كتتفكروا في راجل ابيض بعيد او في بلد بعيد، فهو بعيد وحاليا ما كاين لا اتصال، ما كيفكرش انه يهضر معاكم او يتصل بكم،
فهو بعيد وناسيكم الشخص الأبيض، بينك وبين شخص عندكم لقاء لمطلقات، فغادي يكون عندكم لقاء ولكني في المحكمة، ولكني ما كاينش رجوع. دابا 3 أيام أو 3 أوقات ما كاينش رجوع. عندك خبر أو مكالمة هاتفية غادي توصلك من شخص غادي تعجبك، ما مواضحش هنا واش راجل أو بنت، فعندك اتصال هاتفي غيفرحك. هذا مجال القراءة الثانية. نشوفو القراءة الثالثة. قلبك تخمام كي أتيك الله، قلبك تخمام كي أتيك الله، قلبك تخمام كي أتيك الله. قلبك على الحاجة الثقيلة أو فلوس، تفكيرك أو تخمامك في رجل أسمر، ويأتيك الله بتغيير تفرحي عليه. يعني لانتيا اللي حست فيكم دابا أنها مضيومة ومقهورة وتعبانة، فغادي تغير الحالة للأحسن، ليكون فرج. ولما نقول فرج، ممكن البنات اللي عندهم او السيدات اللي عندهم طلاق او انفصال، فممكن يكون هذا الطلاق في مصلحتكم. يعني ما تبقاوش البنات حاجة اللي هي ضركم تشبتوا بها، فلعل خير، فلعل هذاك الطلاق خير، واخا هو ابغض الحلال عند الله، ولكن ممكن يكون فيه خير ليك. ممكن ربي يعوضك برجل احسن، ممكن الحياة ديالك مع هذا السيد غادي تزيد غير إلى الأسوأ. ممكن ربي مخبي عليك حاجات اللي هي زوينة، وغادي يجي واحد الوقت اللي غادي تشكري الله وتقولي له وتحمدي الله على أنه نجاك من هذاك السيد اللي كان يمكن ظالمك، يمكن معذبك في حياتك. فماشي الزواج ماشي هو إطار، يعني نقول الزواج راني مزوجة، الناس يعرفوني مزوجة. لا، ما تضيعيش حياتك، لا، حياتك هي الأولى. تكوني سعيدة، تكوني عايشة مع راجل كيبغيك، ما يهموكش الناس شنو كيقولوا الناس، يقولوا اللي بغاو يقولوا. ما كاينش في الناس شي حد اللي غادي يجي غادي يعطيك سكن ولا غادي يعطيك مال باش غادي تعيشي. عيشي حياتك انتي، شوفي شنو اللي يرضيك انتي. ما تقوليش وضلي راجل ولا ضلي حيطة كي كيقولوا باللهجة المصرية. لا لا، الحياة زوينة والحياة فيها بزاف د الحاجات اللي هي زوينة، فمن ما نقبرش راسي انا وانا في الحياة باش نرضي الاخر. عمركم ما ترضيو الاخر وما غاديش ترضيوه، فحبوا نفسكم ورضيو نفسكم. طولت عليكم، ما كتعجبكمش يمكن هاد الهضره، فاش كنبقى ننصحكم ما كيعجبكمش الحال. فانا اللي في قلبي كنقول لكم، واللي شتها مزيانه بالنسبه ليا كنقولها لكم حتى نتوما. فخذوا الحاجات اللي شتوها مزيانه وتنفعكم، والحاجات اللي قلت لكم وشتوها ما تتماشاش مع الشيء اللي نتوما باغينه وحابينه، ف ليكوا عليها، يعني نساوها. خذوا الايجابي وخليوا السلبي. نكمل لكم القراءه. عندك في الحياة العاطفية شغلك بزاف، يعني عاطفيا انت مشغولة بزاف. السيد الأحمر اللي قلت لك عليه، فهو مسكين مضرور بزاف عندكم في العتبافات. السيد مسكين بدرو به لأنه مريض بزاف بزاف، وكأنه كيشوف لك وانت وكيطلب منك أنك تساعديه. فساعدوا هذا الشخص مسكين، راه الا ما كانش عندكم كاملين فيمكن شي وحده فيكم او جوج هذه رساله كتوصل لها. فهذا الشخص بدري به كيشوف فيك باغيك تساعديه، لان مسكين محطم وغادي الى الهاويه. العتبه عندك في العتبه
زهر، فرج، تجمعات الأسرة، يعني غادي يكون عندكم لقاءات زوينين في الدار تزهروا عليها، كاين حوار زوين، كاين لقاء زوين عندكم في البيت ما بين الإخوة ما بين الأهل، إلى الآب أو الأم. المهم عندكم الدار فيها واحد الحميمية، واحد كتبان ضاوية ومنورة العتبة ديالكم. عندك امرأة سمراء باغا تقول لك خبر، إذن قبيلة فاش قلت لك عندك خبر وما عرفتش منين، واش راجل ولا امرأة، فهنا في هذه القراءة كتبان المرأة السمراء غادي تقول لك خبر. هي بحال حاسداك ما باغياكش، والخبر اللي غادي تقول لك زوين. فهاد السيدة واخا هي ضدك حاسداك كتغير منك، فهي مجبرة على أنها تقول لك هذا الخبر، فهي غادي تتصل بيك وغتقول لك خبر زوين يفرحك، خبر من الطريق البعيدة. ممكن هاد السيدة تكون في بلاد بعيدة وغادي تقول لك هذا الخبر اللي هو زوين، ولا ممكن هي تقول لك خبر على شخص في الطريق البعيدة، وغالبا ما غيكون هذا الشخص هذا البعض منكم أبيض والبعض منكم يعني ما باينش، يعني ماشي أبيض بزاف، يعني غادي الحنطي، فغادي تهضر لكم المهم على هذا الشخص، أو هي غادي تقول لكم خبر إلا هي ساكنة برا غادي تقول لكم خبر، أو غادي تقول لكم خبر على حد ساكن برا. شيء آخر ماشي، شنو عندك؟ هذا مكان، يعني هذا الشيء اللي واضح، اللي واضح بزاف هو انتبهوا لهذا السيد مسكين. انا ما كنقول شي حاجه من عندي البنات، انا كنقول وكنقرا، انا بقى في البكاء غادي يطلع لي. هاد السيد هذا والله قسما بالله الا طلعت معايا حرقه. راه ما كنقولش شي حاجه من عندي او كنصطنع، انا كنقول لكم اللي كنقول لكم اللي قلت به الاوراق، كنقرا غير الاوراق. الشخص هذا ساعدو ساعدو، يمكن ماشي كلكم غادي يكون عندكم هاد الشخص في البيت، ممكن البعض منكم. ساعدوا هاد الشخص لأنه مضرور. المهم قلت لكم العتبة ديالكم زاهرة، عندكم اجتماعات مزيانة، العتبة منورة، عندكم خبر غتقول لكم هاد السمرة من البلد البعيد، وممكن إلا ما كانتش هاد السمرة في البلد البعيد فهي غتقول لكم خبر زوين غادي يفرحكم على هاد الشخص الأبيض. ممكن اللي ما متزوجاتش او يكونوا مطلقات ومديني يدهم للحنه، فغادي تقول لكم بحال تعرض عليكم هاد الشخص هذا انه باغي زواج. وهذا ما كان، وكنتمنى لكم الخير السعاده، والله الا انا نسيت واش درت لكم ثلاثه المرات ولا جوج، لان هاد السيد هذا اثر فيا، فغادي نعاود لكم قراءة مرة أخرى لأن أنا نسيت واش درت ثلاثة ولا جوج. نعاود لكم آخر وحدة، هذا الفال ديال المرأة الحنطية. قلبك تخمام كي آتيك الله، قلبك تخمام كي آتيك الله، قلبك تخمام كي آتيك الله. قلبك على ذبيحة، تخمامك في وجه جديد او شباب صغير، ياتيك الله بهذا الشخص الاحمر. ها هو ده كيبان في اخر قراءه كانه كيستنجد بكم. ديروا صدقه لان مطلوبه منكم صدقه. البنات اللي البنات او السيدات اللي كتحسوا بضيق في الليل كيتسد عليكم صدركم،
البنات اللي كيحسوا بثقل على الكتاف ديالهم وما كيقدروش مثلا يديروا الشغل في البيت، كيجيهم الجسم ديالهم ثقيل، فديروا الحنة هنا. مطلوبة منكم صدقة، مطلوب منكم ديروا الحنة، ما ديروش حنة عادية، ديروا الحنة بالزواق. الله يسهل عليكم وعلى الجميع. الحنة لكل شيء. انا كنقول لكم هنا القراءة راه للمتزوجات العازبات والمطلقات، فاللي فيكم كتحس بثقل الجسم ديالها مرخي في الليل، كيجيها اختناق، ما كتنعسش مزيان، فصدقة وديري الحنة بالزواق. عندك فلوس دخلي لك على هالورقة اللي قلت لك، الورقة اللي قلت لك غتجيك، غتدخل لك حاجة ثقيلة، فلوس يعني شي حاجة ثمينة عندك، فصدقي منها. انتي كتفكري بزاف على نجوم الليل، يعني لما تجي تنعسي الافكار كتبقاي غير كتفكري وتعاودي اشنو ندير هنا اشنو ندير هنا، لان مخك كيشتغل بالليل بزاف. فكما كنقول خليو الحاجة تمشي كما بغاها الله وريحوا بالكم. طاقة السحر عند البعض منكم قوية قوية بزاف، عندكم سحر، البعض منكم كاين سحر وكاين سحر بقوة. الشخص اللي قلت لكم عندكم في البيت مريض، فعالجوه وقفوا معاه لان كيبان بزاف. هذا مكان في القراءة الأخيرة. كيبان عندكم الورقة، عندكم عليها فلوس، حاجة ثقيلة، عندكم طريق طويلة، مازال غادي يكون عندكم سفر بعيد، ممكن المدينة بعيدة أو البلد بعيد، واللي منكم باغية هجرة فعندها تسهيل في الهجرة، وغادي تسمع خبر على هاد الهجرة، أو إذا كانت باغا فيزا ولا فمتسهلة لها. ما تبقيش تفكري بزاف، خلي الأمور تمشي كما بغاها الله. داك التخمام ديالك في الليل غادي يجيب لك غير ضرر. البعض منكم عنده سحر قوي بزاف، يعني كيكون ما محظوظش، اي حاجه حط فيها يدو فما محظوظش. السيد اللي قلت لكم اللي عندها سيد مريض في الدار عالجوه، وانتي بالذات مطلوب منك انك توقفي مع هذا السيد. وهذا مكان، وتصدقي خرجي صدقه، ديري الحنه، الله ييسر اموركم كاملين. كنتمنى لكم كل خير، وربي يفرجها على الجميع. تهلاو في نفسكم، اعطيو قيمة لراسكم، عززوا نفسكم، الوقت الكبير عطيوه لنفسكم، ما تحاولوش ترضيو الاخر على حساب نفسكم، انتم الاولى. تهلاو في راسكم ونخليكم على خير، وباي باي، وان شاء الله نتلاقاو في قراءة اخرى.